في نهار الأحد ما يهمك في حد. كيف ما تشوفوا عندي عصا، كيف ما تشوفوا في الديكور نتاعنا عندنا قلوب. هذاك علاش باش نتعداو للروبريك نتاعنا اللي بعدها بينياتا. بينياتا اللي ما يعرفوش هو سي ان جو مكسيكان يتلعب في المكسيك في لي فيت. دونك سي ان جو كي سي جو او مكسيك بور لي فيت. À la base, c'est un jeu pour les enfants. À l'intérieur, il y a des bonbons. Donc, la base du jeu, c'est avec des bonbons. Mais Yuma, Madame a fait Saint-Valentin. Mais Hatinesh des bonbons. Hatina fait aussi pignata Nawar. Oh. Donc. Donc, il est chez Caster le pignata, chez Hedi, Warda, le Valentine, Mteo. Mais, Nabdeo, Blouleni, Libchalab, Christian. Alors, Christian, on va te bander les yeux. Ouais. Tu pourras plus voir et c'est Wahida qui va te guider. Donc, quand tu Wahida, tu dis Emi, Nisar, bish inajem, il casse le cœur le fouq, ou il dit que Nawar est à Saint-Valentin. Là, Christian, normalement, tu vois absolument rien. Hein? Non. Donc tu vois rien du tout. Tu me dis quand t'es prêt, tu as le bâton en main. Alors tu tiens bien le bâton. Là je vais te positionner au milieu. Donc là t'es en plein milieu, d'accord? Et tu as exactement 3 minutes chrono. C'est bon, tu es prêt? Oui. 3, 2, 1, top chrono. Hey, ما تجيش خاطر.
proverbe. بليد مفيد اخذ كاس العالم بعد ذاك مفيد اي ميرسي شفتوا بيرم ضربة واحدة au moins tant le principe du jeu est clair. Bravo Christian pour l'effort. Alulu. إجا قال عنا نورت Alulu. Ah. قاعد ما تجيبوليش حاجه اخرى باه ما نجيبولكش حتى شيء يا جارف لا لا يا علي لا يا علي يا علي والله ما فهم شيء والله ما فهم شيء يا علي والله ما فهم شيء يا علي والله والله يركبوا لك فيها ما فهمت شيء ازاي ونعمل حظ تحاسب يا علي والله ما فهم حد شيء يركبوا لك فيها اهزر لي اه هي عندك واحده لهنا واحده لهنا واحده لهنا واحده لهنا سي بون سنة والله ما فهم شيء ها ومسكني بكلب والله ما مسكش بكلب مسك بالمخدة اللي كنت قاعد عليها باهي وين نلقي علولي علولي استنى عاد استنى 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 وين القلوب هو عندك كعبة اثنين اوكي هاي خلنا ثلاثة وعندك أربعة ها سنة خلنا نوريك سنة هرك هرك شو ها ما فهم حتى شيء والكلب والله الكلب ماسك بالمخدة ذيك وحطولك حطولك في السوق هكا لولو خاف به سي بون سي بون ما تكبش ما نكبش سينا علينا والله ليه والله في الغيجي في الغيجي تبولدوا عليك حاطين لك سون تاع كلب ما فما حد شيء لاباس باه سي بون سي بون تو بخي حاضر مسهم شويه كان تحب يلا ها هيك عندك واحده اثنين اوكي ثلاثه هذيك قدام واربعه تخوا دو ان دو مينوت كرونو عندك هيا علي هيا علي
في الدقيقة في الدارنيغ سكوند في الدارنيغ سكوند طيحت لنا هذه ودي شو راك ضربت وصلت الغادي وصلت لهنا تضرب لهنا خويا شو راك كسرت هذيك مدام برافو عليك ميرسي اسمع نجم صفقوا على علي خاطر لعب بجاي وحده من الضربة الثانية ديجا هبطت من الضربة الثانية؟ ولا استعبوا فيا مال؟ لا 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 خليني تكمل ما هي من الضربة الثانية من الضربة الثانية هبطت بجولي معلم علي جبتها قد قد دك دكتها في 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 ضربة فريمون برافو به خلينا تعرف خلينا نكمل يظهر لي جويل أنت قلت لي اللي في سان فالونتان تحب تهدي وردة لأسمى أسمى عثماني بتبيعها بتبيعها يا ليش ما جويل هاي طلعوها بالعنة ها؟ لا حد شيء طلعتوها بالعنة عليها شكونك؟ ما لا شيء شكونك طلعت؟ جويل جويل طلع احنا طلعناها؟ اي جويل جاب ربي تمس فيهم الواحد ايه طلعتوا هذه أكثر من الأخرين لا 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 هذا حسب طولك عملنا عنا على طول لنا أنا برا جو بليش أعطيني سيسي عليه بليش بيان سور بل أعطينا إجا جو أوكي رينيك على خاطر أسمع عثماني طلعت تتشعبت الفوق وعملتهم الكل ها؟ ديما قوي على خاطر ديما قوي به خل نشوفوك قوي ولا ما تكسرنيش بلاتو وكهو 3-2-1 توب الدنيا كل انت خليت واحده هيا بيه هو مين اسمع برا اوزي برا الكاميرا وقول هذيا نهديها على اسمع والله ليه نيدا والله ليه مش هذيا مش مكتوب هاي صحيح استني هاي هاي شدك شدك يا اسمع شدك جو شدك برا غادي لا هذه صغيرة خير برا اقعد لهنا هكا قولها اسمع ورا هكا الكاميرا غادي قولها اسمع اسمع عثماني اول وردة تستنى فيك عندي اوكي اجهزها برافو جويل برافو كريستيان برافو علي ونحب نشكر هابي بينياتا تونيزي كان عجبكم لو كونسيبت سي تري فاسيل تمشيو على الباج فيسبوك نتاعهم هابي بينياتا تونيزي اما قبل ما تعداو الروبريك اللي بعدها نحب نعاودو نتفرجوا مع بعضنا على اللي عملوا عليه على خاطر فريمون قلاتها وبود لا دوزيام فوا تي بجدك ها خلينا نتفرجوا مع بعضنا يا في الفير يا ريت 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 بالعاني عاملينا في الهواء علاش مات
لا لا لازمك انت لازمك انت تشوف ما نعرفش كان باش نشوفوها كي جيت ضربت انت البلاصه هذيا وصلت تضرب لهنا شمتها والله شمتها شو شمتها اما اغزر اغزر المراه كيفاش تضحك خويا شمتها اما رمله خويا شيخه بالضحك اعلى وحده رمله شيخه عليك بالضحك شمتها شمتها والله يا رب شكون اللي عمل طلعها شكون اللي طلع في هذيك رملة قلت الله رملة عم تطلع معناتها تعرف حكاية فارغة وتعمل بالشمال برافو مرة أخرى على علي ونتعداو ديريكتومون للروبريك اللي بعدها ديكور بونشي ديكور بونشي نتاعنا اليوم سبونسوريزي من عند أغفيا ناتور نعرف اللي تعرفوها أغفيا ناتور تنقول لكم علاش اما قبل ما نسالكم خلينا نتفرجوا مع بعضنا جوست في الفيتير هذا نحكي اليوم على حلم بديت عام 2013 شركة أغفيا ناتور وهي أول شركة تونسية عربية في مجال البيع المباشر أصبح الحلم حقيقة أغفيا اسم يجمع بين زوز مكونات أساسية في كل المنتوجات الويل دارغان إلى لويفيرا واليوم وبعد 5 سنين وصل لعدد منتجات أغفيا لمية منتوج وهذا تأكيداً على نجاح الشركة ونجاح التسويق فيها شركة أغفيا ساهمت في إثراء اقتصاد البلاد وعشرات الآلاف من التوانسة ولا عندهم مورد رزق من خلال بيع وتسويق عديد المنتوجات وهكا أغفيا خلت البيع المباشر في تونس ما يكونش حكر على الشركات الأجنبية وبرهنت اللي التونسي قادر باش ينجح ويكون في المراتب الأولى نهار بعد نهار شركة أغفيا خلت الناس يفهموا يشاركوا يشريوا يبيعوا يستهلكوا ويوليوا ديزاغفيا ويكون عندهم مورد رزق ومنه يحقوا أحلامهم وخليتهم زادا يربحوا سفرات للخارج وإقامات في عديد الجهات في تونس وعديد المفاجآت الأخرى الثقة، الإصرار، الاجتهاد، المحبة والاعتراف بالجميل كانوا من الأسرار المهمة للنجاح أغفيا تعترف بالجميل وتكرم بصفة دورية المنخرطين المتميزين أغفيا زادا تدللهم وتوفر لهم التكوين اللازم كل فترة ويمكن زادا من أهم عناصر النجاح هو الحفاظ على الجودة وين تحصلت أغفيا على شهادة المطابقة للجودة العالمية إيزو 9001 وهكا تكون أغفيا غير تحية برشا ناس آمنوا بالفكرة آمنوا بالحلمة أغفيا مفخرة لتونس أغفيا صحة لينا شخارك ها؟ Donc on rappelle que c'est un produit 100% tunisien, donc les l'hab ou l'huile d'argan, l'argan plutôt, ou l'aloe vera, Arvia Narf, je sais que certains d'entre vous ont utilisé les produits. Wahid Narf, l'inti stamalt le produit d'air. Ajbek? Oui, j'ai rabat fait ma crème de nuit, mesienne anti-fatigue, j'ai rabat fait mesienne à barcha ou halloua. وفرحانه برشا انه يكون البرودوي هذا تونسي اصلا والله انا بدي الحقيقه فرحتني الحكايه وحتى الفيتيري بيان في وكل شيء سي توب برافو برافو ارفيا انا جي سي لا كريم ابيزانت و ليبستيك بالحق يسمح لهم سي أغفيا زيدا بعثت لنا دي كادو بور لي زانفيتي نتاعنا دونك عندنا لاني دو كوفخي بور لي زوم دونك عندنا واحد لعلي واحد لكريستو اي دو كوفخي بور فام دو لابار دارفيا وتوا نجمو نبداو الديكور بونشي نتاعنا يجيو معايا الناس الكل يلا اليوم في الديكور بونشي نتاعنا عن بيكا وامين اللي هما كوبل جديد نجموا نصفقوا عليهم دونك بيكا وامين كوبل جديد معرسين في دارهم بيكا تحضر في روحها شيخه على خاطر سان فالونتان شيخه في دارها وتجرب في لي برودوي جدد نتاع اغفيا دونك يدخلوا امين وبيكا بيكا شيخة تحضر في روحها للسفرات جادور وإيمين يحرك وينظم في السالون يطلع لي قد البوف هذاك قد إيمين يهز لي بوف يحط فيهم في السالون علاش نوع؟ علاش أربعة؟ خليها سوربريز هذيك يا شنو السوربريز؟ ما تمسطيش خليها اسكت على روح بيجا يجا عاوني خلي نعمل خل ماكيج نعملو شوا دي كولور ألوغ تحب
تحب نعاونك أمينة؟ بنعمل ليبستيك روز ولا ليبستيك أحمر أغبياء؟ اش قلت لي بيكا؟ ليبستيك أغبياء أحمر ولا روز نعمل؟ أعمل الأحمر عليك ما يزمك تمشي تشوفهم أنت أمين إجا شوف من قريب يلا أخويا سام دون دو لا فورس بيشو روز هاي خليه يطلع خليه يطلع قبل بيك بعد فسر روز ولا أحمر نتصور نتصور الأحمر به علي الغوز خايبة تو سألتني أنت باش نختار واحد ما باش نعمل غوز هاي نسيه نسيه خويا نسيه هك كنت مكالية بيه روحي هذاك ما نحبكش مكالية هذاك علاش فهمتك بيه اسمعني ركز معايا نظمينك يا لا امين يرجع ينظم لي بوف اللي تحركوا يرجع البوف هذاك عند بيكا ويرجع ينظم لي بوف هذوك اللي تحركوا ما تخليش البوف هذاك مسكر باب الدار ميرسي شيري عندكم طلب باخر هكا لا امين يزمو يكمل ينظم السالون هو قال عنده سيربريز وهو اللي حط لي بوف جو مدمنت شنو هي لا سيربريز جو سي تري اكسيتي بي نعمل اي لاينر اخويا ولا لا؟ اي باش نعمل اجا شوف وي جمال سيبنا يا بيك امان امين هيا شنو باش نختار مره اخرى؟ لا ان فيت باش تختار لي شو اونتر نعمل اي لاينر اخويا والا نعمل جوست اي شادو وحده اجا شوف قولها اي شادو باش تقولي لي علاش مش داخل شنو اعمل الثاني اي لاينر شو اسمه؟ شو اسمه شو اسمه الثاني شو اسمه؟ انا شادو بيني شو يعملوا بيه الاي لاينر؟ شو يعملوا بيه؟ انا البوف اللي نقدها سهرية اليوم والله إيجا 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 من عندي أسئلة أخرين أطلع لي أما كي نحكي معك أقرب يا أخي سهلة إيجا إيجا بيه اسمعني شوف أنا باش ناخذ هذيك مرفيت جربتها كريمة بيزونت تاع أغفيا الخضرة باش نجي ناخذ نعمل منها خاطر كرايمي الدقدقت على مرة في حياتك عملت شوية تنظيم دار كرايمك الدقدقت يا خويا رجال سوربريز جست حط أربع بوفات باش إيش الله يكون في هذايا والله أمين يزمو يطلع يعمل لك خيمة بيزوت باهي خويا أنا جيت عندي حق في جوكير ورجولي والله هاي عاود اطلع ترى ايه هات في دايه خنحط خويا لهنا فهمتك هاكا ما يتعمل فهمتك امين عمل كريم ابيزونت تو بيكا باش ترجع الفوق ترى بيكا طلع لنا الفوق هاي بيان برسم ما كيفاش عملت الفازة؟ شو تري سبورتيف اهلا ايه امشي امشي كملنا غادي البوف هاي يمين عاد يا تحس قولي حاجة؟ أنا لا نحب نطلع تو يلا باه خطوة باهية عملنا باه خطوة باهية اقعد غادي هما كيكا وتدخل السيربريز اللي يحكي عليها أمين اللي هي أمه وأخوه الصغير اللي هما وحيدة مفيدة ومصطفى حواس اه
اهلا اهلا خويا الغالي اهلا اهلا خويا الغالي اهلا اهلا بابا صافا اش نحويلك يا امي لاباس محليه غاديه يا خويا تجيت تسلم يا اخي انتم مطيشين في البلاصه عندكم لا ما نخش بيت النوم انا لا ولا مرحبا بك نحب ندخل بيت النوم امي هاي هيا طلع تجي وراك اش نحويلك امي لاباس مرت خويا حضرت لك بلاصتك يا مرت خويا توحشتك حتينا يا مرت خويا توحشتك حتينا على امبوسيبل هذيا تعرفش كيفاش وليدي انا كبرت خليني هنا واطلع انت ايجا عاش بنتي ايجا جبتك هديه اطلع ما لا ما نطلعش ولدي يا محليه لاباس صباح ماما يا أي ماما يا فيك مش فرحانه انت اليوم اللي جيت ولا فيك تمشي لحميتها شو كيفاش فرحانه شوف جايتني يا لله على بنتي مرحبا سي جينيال جبتنا البركه يا عيش مرحبا مرحبا جينيال شوف جبت لك الطحين مزيانه خلينا صباح يا ولدي ريد يا ولدي يا ولدي ريد بشويه صباح مون بير شبيكم جيتو كان اليوم من الجمعة الأخرى قلت له وقتي بشي جي وقتي بشي جي وما حبش راهو يعيط لكم والله أنا ما حبيتش نجي الحق اليوم سان فالونتان قلت خليه يقعد وحدهم أنت ما حبيش تجي؟ إي أما هو راه شد صحيح لا إله إلا الله قال راهو توحشني مصطفى إي قال نحشم كي نقعد مع مرتي ولا كيفاش قول الحق إي قلت نحشم كي نقعد أنا مرتي وحدنا هو يظهر يحط لك حق إن شاء الله قال لي هذه طلبتها في سان فالونتان تزيد شوية عاد أنا بيح إي هكا قلت أمان انت قلت هكا وليدي امي اي قلت هي تتشرط ياسر في سان فالونتان اجا بحذايا وي هاي بيكا تتغشش وترجع تقعد للبلاصه نتاعها تتسومم انا قلت لك هاي ايجا شد الكادو نتاعك عاد امي اسمع لازم تمشي غاديك حاجتي بيك لا ولدي جابت لي الكريم بيبي كريم تاع عرضيه امبوسيبل جابت لك بيبي كريم تاع عرضيه ما يصدق لينا مش ماما شوية مفرير شبيك مفرير مامير شبيك بيكا تتسوم وترجع تطلع لفوق شفتي أنا ما يظهرش عمري بالكل ها هاوك بيكا تتسوم وترجع تطلع لفوق عايش خويا عايش خويا تاكي نطلع نتسوم علاش كيري داس وانا مش نطلع وانا مش نطلع امي اجا هكا ايه شومي والله ما نجم نطلع يا وليدي تنعاودها امبوسيبل كيفاش تعديني على الدروج؟ ايوا هاني طلعت. فوالا. امي طالعه من الدروج ريت الاسانسور نتاعك. اصلا انا ما فهمتش علاش خويا كاري دار في الصعده نتاع النصر. ما ضحكتوش عليها المره هذه. قبيله ضحكتوا عليها. معناها امك يعاونها نضال يصلحها. وين وحدي باش نطلع هذا الكل؟ انا مسميمه. جاوبك بيه. جاوبك بيه هاني بعدك هاني بعدك. به. نضال عايش خويا امي امينه بين رقبتك. هاني. بيه بيكا تسوم ترجع تقعد لبلاستها ولا باش تجيني لبلاستها مرت خويا اون سامبا حط حصلك فيك حط حصلك بيه يا نجيب لامي البوف مش هذايا شدوا وحده ولا شنيا تعاوني اه يقعد اقعد اقعد واحده اجا معايا ايوه اي ايوه يا عايش امي هاني جاي بحذاك ها لا يا وليدي اقعد غادي خلينا نجيب حذاك لا وراس وليدي ما تطيحني عايش امي انت الغالي لا لا يهديك اقعد مرت خوك حاسها بيك اقعد مرت خويا حسيتها كاني مش قابلتني ولا كيفاش انا تاني هي فرحانه سان فالونتان جيناها احنا فيه والله ميرسي 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 شنو هذا؟ بيبي كريم لا لا سي ميرسي او ان بلوس سي ما كولور عايشك ما نفرقلك امي مالها وليت ما عينكش باش تجي جملة؟ لا انا الحق وليدي في السماء كان فيا في التليفون نحب نجي نحب نجي نحب نجي توا وليت فهم شيء انا كنت ماشية ضيفة النذا ضيفة النذا انت شديت صحيح انت اللي قلت لي اجا انا شديت باهي باهي امي باهي مش وقت حديث اما نجمو نحكي انا وياك كان تحب هما كيكة وتدخل رملة رملة اللي هي متغشة ومنرفزة على الاخر على خاطر عليه بلوكيها في الانستغرام وفسخلها تصورها الكل وبلوكيها على الفيسبوك زادة لو تدخل رملة منرفزة يبعد لها امين همام البوف وزي ما تمشي تتشكى البيكا اللي هي مرت خوها يا بيكا
اقسم بالله زوز ثواني والموت والله فيك تهز مرت خوها وتطلع بها الفوق باش تحكي لها الحكايه شوري مقلقه شبيك وحيده تقعد تغزر لهم وحيده تقعد تغزر لهم خويا تسال كان على خوك لاباس شبيك خويا لاباس بيتخيل انا نمشيو غادي كا ونحكي وخاطر فيك تهز تقول لها ايجا ايجا شبي مرت خويا ايجا احكي لي كل شيء تهز الفوق هذوما الكل ايجا ما تجيش ما تجيش ما تقدرش غادي على اليوم بيه ديكور دارك ما عجبنيش نحاول نصلحه لك صلح ديكور لحظة هاي رملة في حالة فادة بيان سور تطلع مغشة فوق كان عليك عليه هيجا نحكي لك هيجا امبوسيبل هيجا نحكي وحدنا تبعد مصطفى برا برا امشي تحكي لك على عليه وبعد عاود لنا كالعادة برا امشي في بالك ايش صار ولا احكي لي شنو صار في بالك شو بركي هو ما صار استنى ما ريتش في الانستغرام شنو صار ايش صار ما بلوكيني في ما بلوكيني رجعتي صار لي على الانستغرام امبوسيبل في بالك شوية انت ما في باليش انا اللي نعرفه انه عليها في سامي بيرات وفي سامي رجع كونتو هكا هاو اما ما نعرفش بالضبط شنو سامحني ما شربناك شاي توا خيخة لا لا ما يصيرش هي بيها مسكينة المغبونة شنو هي مشكلتها شدني يا مصطفى هيا شكونك انت شكون الكيك يا بنات دزة خويا 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 لحظة لحظة انا جاي علاش انا جاي امشي شد في الراس شد في الراس باهي عليك رملة بخيسك بخيسك رملة تشوف هاي محاولة أخرى محاولة أخرى هاي رملة تشجيع تشجيع اسمع مش نطلع عمر ما طاح عبد هكا رملة الناس الكل معاك يلزمك تطلع فوالا مصطفى غادي مصطفى مصطفى غادي باش يكون لك الغلي رملة مصطفى مصطفى باش يستنى رملة يعاونها برا مصطفى باش كي تقرب مصطفى مصطفى يكون الغلي هاي رملة هاي فازي نشربوكم حاجة اسمعني كي طلعت مرت الخو عاد غادي دخلت دخلت مرت خوها ما تمسنيش دخلت عليها بيكا باش كمل تقشقش هي وياه تجيبوا الكوخ دخلت عليها بيكا باش تسمع شنو هي الحكاية في بالك الضيوف نتاعنا نجموا يطلعوا لدارنا ونحنا ما نجمناش خاطر يا ما منين نعرف انا دار منين جبتها اجا نحكي لك ايش اسمع ما بديش تفتف كالعادة مفيدة مفيدة تبدا معروفة وحيدة وحيدة تبدا تحاول تفهم شيء الحكاية نتاعها ما تحكيليش يا بنيتي جيني جيني قول لي شكون بلوكيك يا بنيتي عليه عليه وين بلوكيك سي حط سيليباتير زيدا امبوسيبل دينا في صناعة اللي فيه طبع عمرها ما تتخبى رملة في حالة تبكي وتشكي نحاولها تصور الكل زادة نحاولها تصورها الكل زادة سامجين وينو هوا وينو؟ هاكا تو يجي هذاك في بالو بيكونيا جيبوه جيبوه في بالو هاي اي بالك شي ما في بالوش بحكاية الكونت لا لا اسمع ابارامون جاي تخبى تخبى عطيه تابوغي للضيوف علينو بابا جيت عيد رملة يا رملة حتى كلمة اطلع اطلع اهلا بمونة العميل تفضل هيا بابا من اللي ريت وجهك ما ريت خير ايش تحب يا وجه النحس اعرف معنا لما دخلت فيها غول على العائلة كاملة انت تسكت
تلامس هذاك هذاك اللي يعمل الشر ها ها عامل هوني انت وحيده باش تتعارك معاه عليه وتقول له كيفاش بكي طفله كيكا كل شيء شنو هكا تعمل في بنت الناس يا بنتي ما عملت شيء هكا يا ابو فيده ولا ما عملت شيء ورحمة امي ما عملت شيء اسكت والله هيك انا نتكلم يا ابو زيكر يا تحت هكا تحد وهكا تحد لا لا ديما مع خوك خليني انا نتكلم ودي تسمع اه حتى حد ما يتكلم كي نتكلم انا كيف تتكلم هي اما انا هبت تكون في الحاجه كي شريت وين هي مكبوب واضح عمي لقمك من فمك يا بابا هكاك تعملها وتبكيها 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 عملت حد شيء يا ولادي خاطيني ماشي جي على المبدار والله خاطيني ما عملت شيء كراتيوني كونت يهديك خاطيني الحل الوحيد اللي يقعد عليه هو يمشي الرملة ويطلب منها السماح الفوق باش يرضاه على ركبة ونص دز يا مصطفى دز اعطيني تليفونك نشوف ترى هاو تليفوني استنى اعطيني تليفون هاو تليفوني خذ لا لا جيبوا لي تليفون لا لا اطلع لها ما يوصلش اطلع هاي خويا ها ام صلح اللي عملته عملت العار تدز اطلع ان دو تروا يا مصطفى هاني باش نطلع انا ما نجيش نشدك من غادي ما تطيحش عليا حلك ما تشدوش يا مصطفى خليها كيك خليها يا مصطفى باش تدخلني خرجني من البيت انت ما ترضيها يا مصطفى بيان اش باش نعمل هاني هيا انت ديك وحيده تشد علي تقول له توا ما يهمني في شيء تطلع تطلب سماح على ركبه ونص فوالا سمعتني علي ولا احنا اللي تحكي معاك تطلع وتهبط على ركبه ونص لهنا يا لا لا سو ساكين ما نجمش اطلع كيف انت ما تكلموش لما يخلق مش نحكي معاك فوالا تكنيك الوزغه امشي الوزغه كيفاش اي امين الامام توا يعوض مصطفى يدز على الشابي ومصطفى اللي ريكوبير الفوق هاي لحظة جو لو ريكوبير ليه انت لو ريكوبير يا مصطفى بخرب على الشابي شد ابعد ابعد شد دي شد يا مصطفى يا مصطفى يا علاء اه ليه لا مصطفى علاء علاء وحيدة تتغشش تسيب التلفزيون تحت تقول له تو تطلع ركبه ونص تطلب السماح علي قلت لك تو تطلع تبوس لها يدها وتطلب السماح هاي 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 شكون كثرت على ما تصور ما تجينيش لهنا انا نقول لك يا بيرم بيرم ليه بيرم ليه بيرم ليه بيرم ليه ما تجيش منا هاي على هاني مش نطلع لو هاي برا نعاود نتاع بكري ياي انا كيفاه نتزحلق ولا نستنيكم ماهوش ندش برا ياك عندك مصطفى يبغى تريكوبيري ويمين التيري دز 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 برا استوب ماما نتعلقوا بلي برودوي أول مرة يحفظ الكور بوسيت يح براسه ورملة تحت براسه لا 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 شكشوكة وليت لا مصطفى لباشا بعد أصدا أنا خالي نوني الكو شكشوكة شكشوكة وليت بيه دخل ولا بيت أمي انا يظهر لي يقول لي كيك موافقه خلينا انا يا حاجه خلينا اونس
خليهم لا ما نخليهمش يلزم علي يجي على ركبه ونص يطلب سماح على رمله لا زوج ساقين ما نجمش غادي على ليميت غادي نعدي وينهم غادي ولا اش نقول لها هاي مسيت شويه بار اش نقول لها دور مشي لغادي كنطلب سماح تطلب سماح حب يعطيني تليفونه نشوف واحد يدي لها التليفون اسمع كيفاش قالتها ما نعرفوش كيفاش نولي اطلع هيك ماشي انت كيفاش جات حبره تليفون شوفوا رمله تحكي فيها باش جات قالت والله رمله حبره تليفونك بالرسمي علي مش يا بنتي هاو لا تليفونك ما عنديش احكي بالرسمي رمله ايجا 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 رمله ايجا منا باش تات كسر كرايه عطي ديك نضال وخا حكيت له على تليفون كسر كرايه ولا اقعد بحذا واحده اقعد بالسياسه بحذا واحده اقعد هكا بالسياسه فوالا علي يزم يجي لهنا على ركبه نص يطلب اسمها كسر هالتيرك عاد شنو هو تو استنى شدون ما يخل حط ساقي في الدروج باش ننجم لا 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 غادي شكون باش يشدو دس بيك تدس اي شنو تابت على ركبه ونص تطلب اسمها شدوني على ركبه ونص شدوني داني شاد وما تمسش البوف انا بعت عليك باه هادو كم توصل كيف يعني بيسوني عزيزتي والله دي لا لا زيد ركبه ونص مش هكا والله لا لا مخاطيني راه مش انا والله زيد ورحمه امي انت كي ترضى قولي لي اي يا رضا برك رضى فك علينا عشان بدي شي ريح يهديك يا رحم بوك باش نموت لا 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 يا بنتي باش تطيح ولا تهديلها وتهديلها النوره ذي وتقول لها باللونجلي ويل يو ماري مي Will you marry me? زيدا ونحب نشكر الببليك نتاعنا ميرسي ا توت ليكيب ميرسي لي زانفيتي نتاعنا وكنكونوا كملنا حلقتنا نتاع اليوم نتاع الاحد